انت كنت بتسالني بقى على الرز المعمر. الرز المعمر قولي لنا بيتعمل ازاي. بص بقى، في تريكات كده الرز المعمر عشان يطلع حلو. اول حاجه الرز ما يتغسلش، ما تغسلش الرز خالص خالص. حط كده الرز زي ما هو. دي جديده دي. واللبن يبقى لبن من بتاع اللبن، مش لبن علب، لبن دسم حلو، وما يتغليش. اللبن ما يتغليش زي ما هو بقى. حلو. وبعدين نحط عليه الرز. حلو. ونحط عليه بقى الملح والفلفل. ومعلقه سمنه بلدي كده كبيره، انا بطبخ بسمنه بلدي بس. حلو. وعلبتين زبادي. زبادي دي جديده دي يا اخوانا. وسيبه زبادي مع الرز المعمر. وسيبه بقى ساعتين. التركية دي السوشيال ميديا، طريقه الرز المعمر من الزمن الجميل بتاع امهاتنا، من الاستاذه دينا، الاستاذه دينا شرف من المنصوره ده. المنصوره. حلو. وبعدين تسيبه ساعتين مثلا ولا حاجه. حلو. يشرب بقى اللبن ده، يشرب مع اللحم مع الرز مع كل حاجه، ولو في لحمه قطع تتحط تبقى تحفه برضه. وحطه في الفرن بقى وادعيه. حلو. لا ما شاء الله عليك، التركية دي لأول مرة أعرفها. لا والله. الزبادي مع الرز المعمر. لا